النهارده صلاح دغدغ الدنيا والله العظيم، يعني ساب هالاند يعمل كل اللي هو عايزه من ساعه ما ظهر في مانشستر سيتي، والراجل اللي بياكل عيال صغيره والراجل الهالك وكل الحاجات الجامده جدا. لكن جه صلاح النهارده خلص، يعني ابن نجريج بيكسب ابن النرويج. يعني قال لك هالاند بتاع النرويج كسب صلاح بتاع النجريج، اللي هو في الماتش اللي زي النهارده، الماتش الصعب، الماتش المقفول، الماتش اللي فيه ضغط رهيب جدا على الفرقتين مانشستر سيتي وليفربول، انت مش عارف مين هيكسب. على مدار السنين الاخيره صلاح متفوق، يمكن ده الجول التاسع اعتقد على ما اتذكر، يعني في الـ في الـ في الـ في الـ في المواجهات اللي عملها صلاح وهو في ليفربول مع مانشستر سيتي، خامس هدف ليه في الدوري والتاسع هدف ليه في كل البطولات مع مانشستر سيتي، بيكسب ابن نجريك. محمد صلاح النهارده بيجيب جول الفوز وجول استعاده الثقه لمانشستر، ليه قصدي ليفربول. وانا هقول لكم اهو، ليفربول بعد الفوز ده رفع رصيده ل 13 نقطه، طلع المركز الثامن، مانشستر سيتي الثاني. طبعا الارسنال كسب النهارده، فخساره مانشستر سيتي خلت الفرق 4 نقاط مع الارسنال، عشان النني يكرم يا عم الارسنال. وهوريكم حاجه، صوره المكه بنت صلاح نزلت وهي بتخرط ملوخيه، وريني كده يا جماعه الصوره دي كده، اه والله بتخرط الملوخيه. فالناس قعدت تقول لك يا شفت التواضع، بنت صلاح بتخرط ملوخيه. فانا قلت لهم يا جماعه بنت محمد صلاح هتخرط ايه يعني؟ يعني انا بالعقل كده هتخرط السمك الني سوشي؟ ما لازم تخرط ملوخيه، مش بنتنا ده؟ لو هي مش بنتنا، انت هتلاقي تخريطة الملوخية دي من اول القصور عندنا في مصر لغاية الكفور، دي مش مصرية ومن دمنا وبنتنا اهي، مصرية مليار في المية، فلازم تخرط ملوخية. امال يعني بنت صلاح هتعمل سوشي؟ صلاح راح جه بقى احسن لعيب في العالم، مصري معجون بدم المصر. اي واحد فينا لما تقول له نفسك تاكل يقول لك ملوخية، مش هيقول لك سوشي يعني. المهم الواد ابن النني والله العظيم مجرم، عمل على السوشيال ميديا هو كمان، بص هات لي كده مالك ابن محمد النني، قام متصور مع صلاح صوره قال لك ايه؟ حمايا المستقبلي. اول ما البيت ظهرت بتخرط الملوخيه، الواد ابن النني على طول خد الصوره دي مع صلاح اهو، وبعدين بيتمرن هناك على فكره، وكان ليه فيديو كده بيرقص وبيشوط بيجيب اجوال وبتاع في تمرين الاكاديميات هناك في الارسنال. قال لك حمايا المستقبلي، مالك نجل محمد النني عن صورته مع محمد صلاح، حمايا المستقبلي. والله العظيم اجمل حاجه ابن النني يجوز بنت صلاح. والله العظيم تبقى حاجه، وابن اعجاز التاني يجوز بنت صلاح التانيه، مفيش حاجه اسمها الجواز اجانب ده والكلام ده، دول مصريين معجونين بميه المصريين.